بعد 12 عاماً من الزواج، هشام حداد ينفصل عن زوجته. أعلنت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي انفصال الممثل الكوميدي ومقدم البرامج هشام حداد عن زوجته ناتالي رزقة بعد زواج دام 12 عاماً. وقالت إحدى الصفحات: خذوا أسرار من نسوان، بإشارة إلى أن ناتالي ستفضح هشام حداد بعد الطلاق. وأشارت الصفحة إلى أن هشام وناتالي لم يكشفا عن الأسباب التي دفعتهما إلى الانفصال، في حين قالت صفحات أخرى إن حداد وزرقة رزقا بطفلين خلال فترة زواجهما، لكن خلافات في وجهات النظر دفعت إلى اتخاذ هذا القرار. وأشارت صفحة شاربليتا على إنستغرام إلى أن هشام وناتالي يواجهان مشاكل في وجهات النظر منذ العام الماضي، حتى اتخذا رسمياً القرار بالانفصال في سبتمبر الماضي وبدأ بإجراءات الطلاق. ويبدو أن هشام وزوجته اتفقا بشكل كامل على إنهاء زواجهما بشكل راقي يضمن سلامة وراحة أبنائهما. هذا الاتفاق جاء نتيجة علاقة حب جمعتهما لسنوات طويلة، وما زالت الأولوية القصوى لهما هي مصلحة الأولاد. وعلى الرغم من انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، إلا أنه بحسب شاربليتا فإنهما يبذلان جهوداً مشتركة لضمان أن يكون هذا الطلاق أقل أثر ممكن على الأطفال. وقد يكون الطلاق أمراً مؤلماً، ولكن التضحية من أجل الأولاد هي ما يجمع هشام وزوجته اليوم.